من اكتر المشاهد اللي لفتت الانتباه هو مشهد البحيره المقدسه، ولا تؤاخذونا كتير من المصريين يعني ما كناش الحقيقه منتبهين قوي لفكره اصلا البحيره المقدسه. يعني احنا شفنا مشهد جميل في استعراض رائع، في صعوبه، ناس بترقص على الميه وراها القمر مكتمل، يعني بصريا حاجه رائعه جدا. المشهد ده خلانا نرجع نفهم هي ايه اصلا البحيره المقدسه في البدايه. اتنين، انتوا ازاي نفذتوا المشهد البديع ده في الاحتفاليه؟ هو كونسبشولي البحيره المقدسه الاساس بتاعها من البدايه الكهنه كانوا بيتطهروا فيها قبل العيد في الليالي المقمره. ففكره القمر وفكره البحيره دي اللي هي المومنت اللي قبل اللي بيتطهر فيها الكهنه قبل الاعياد. فعشان كده اخذنا اخترنا فكره البحيره المقدسه. فكره بقى تطورت، كان ستيج فوق الميه، بعد كده قلنا طب ما طمعنا تحدينا نفسنا شويه، طب ما طمعنا ما تيجي ناخده تحت الميه، ويا ريتنا ما قلنا كده لاني قعدنا كتير طبعا. الشركه في شركه منفذه، شركه هايلايت، دي شركه نفذت الديكورات وتعبوا شيء معانا يعني، وقعدوا فيها كتير قوي البتاع دي، لاني طبعا هم بيبنوا في بحيره. دي برده من الحاجات اللي اتقالت ان هي قد تكون جرافيكس، ان انت عملت انعكاس لهم وايفكت ميه خالص. لا يعني اشاعات كتير يا احمد. ده فعليا دي البحيره المقدسه فعليا. فعليا هم واقفين على ستيج، الستيج تحت الميه ب 2 سم او 3 سم. والميه ما بتتبنيش جرافيك، صعبه جدا الميه تتعمل جرافيك والناس واقفه فيها، مستحيله يعني. ده المسرح الخفي، ده المسرح ده المسرح اللي كان بينزلوه، بننزله سنه سنه بقى بتقل يعني، بنيناه وبدانا نعمل له تقل عشان ينزل سنه سنه ويبقى فلات تحت الميه. الله. يعني ده اللي بيتقال عليه ابداع يعني. الخيال، تنفيذ الخيال، كانت لوحه رائعه جدا. والكتب تقول البحيره المقدسه واحده من عجائب الحضاره المصريه القديمه، هي يعني البحيره التي تحيط معبد الكرنك من ثلاث جهات، الشرق، الغرب، والجنوب. تمتد على طول البهو الرئيسي للمعبد. يعود تاريخ البحيرة المقدسة لأكثر من 3000 سنة وهي على نفس الحال. البحيرة كانت تبطن بالحجر، وكانت تستخدم في التطهر والاغتسال والتنظيف قبل الدخول إلى قدس الأقداس. سميت بالبحيرة المقدسة، وكانت تربطها قناة ضيقة بنهر النيل بحيث لا يجف الماء فيها أبداً ولا حتى يتغير منسوب الماء فيها. جم النهاردة الفريق ده أعاد تصدير فكرة وجمال هذه البحيرة المقدسة في استعراض وتشكيل وإخراج وديكور مبدع ورائع جداً.